أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا طاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء إن أحصيناه كتابا وكل شيء إن
أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالمدبرات أمرا
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة واجفه قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناديه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أكال الآخرة والأولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بناها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحاها ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها دحيها دحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعاها ومرعيها ومرعيها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعيها ومرعيها والجبال أرساها 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 متاعا لكم ولأنعامكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى الكبري فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى الكبري فإذا جاءت الطامة الكبري يوم يتذكر الإنسان ما سعى ما سعي ما سعي يوم يتذكر الإنسان ما سعي يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يرى لمن يرى لمن يري لمن يري فأما من طغى من طغى من طغي وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا وآثر وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى هي المأوى هي المأوى هي المأوى هي المأوى هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى عن الهوى عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هي المأوى هي المأوى هي المأوى هي المأوى هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها أيان مرساها أيان مرساها فيما أنت من ذكراها ذكراها ذكريها
إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهيها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشاها يخشاها منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها يخشيها يخشيها إنما أنت منذر من يخشاها يخشيها منذر من يخشيها من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أو ضحاها أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إلا عشية أو ضحاها إلا عشية أو ضحاها إلا عشية أو ضحيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.